قصيت على قصف قالوا الاولاد نايمين، قلت الحمد لله انهم نايمين. طلعت على الباب نايم على الباب والاولاد كلهم جوا هم وعياله. سمعت قذيفه قويه، لقيت الدخنه بتطلع من الخيمه. دخلت الخيمه لقيت لقيت من الخيمه دخلت الخيمه لقيت المراه كلها بتنزف والاولاد بنزفوا وعياله يعني يرثى لها، كل الاولاد مصابين اللي كانوا في الخيمه. ما فيش واحد طلع سليم. بدنا نطلع مش عارفين وين بدنا نروح، بنضبضب هينا بنعزل هينا عمال بنضب في حالنا مش عارفين وين بدنا نروح. قالوا لنا في مكان امين، يقولوا عن المناطق هذه امينه، قالوا لنا الجنوب مناطق امينه، ويجينا هان هويهم قصفونا هيلوا الخيام عليه.